معكم هالة، أنا صيدلية بشتغل ببريطانيا، فحبيت اليوم أحكي عن موضوع بس ناكل ويكون الأسيد عالي بالمعدة، وشو بيصير إذا أخذنا شيء اسمه صوديوم أليجينيت اللي بيعمل طبقة حماية للمعدة وبيخلي الأسيد يبقى تحت بشان ما يطلع على المعدة ويعملنا ريفلوكس. فهلا هاي رح نعتبر هذه هي المعدة تاعتنا، فرح أحط شوية سيتريك أسيد لحتى أعملها شوي أسيديك. فهون معي سيتريك أسيد، بس دقيقة لحتى نحط السيتريك أسيد في قلب المعدة. اوكي، حطينا هلا شوية سيتريك أسيد هون. اوكي، فرح نخدها شوي. عندنا هون أسيد بالمعدة، وشو بيصير إذا حطينا صوديوم أليجينيت بقلب المعدة وإت وركس لوكالي، فبتحمي بتعمل طبقة حماية للمعدة. هات لفرجيكم شو بيصير. فإذا أخذنا صوديوم أليجينيت وشربناهم بالمعدة شو بيصير معانا؟ اوكي، فمثل ما شايفين عم يطلعوا لفوق، عم يعملوا طبقة حماية للمعدة. فهيدا هو، إذا حطينا بعد، إذا عملنا بعد، هات لنحط بعد شوي، بتشوفوا كيف عم تحمي المعدة، عم تعمل طبقة حماية سيلينج مشان الأسيد ما يطلع لفوق. وإجمالا يعني أليجينيت معمول من شغلات منا كتير يعني بتأذي، أكتريتها طبيعية. وها ما شايفين بيطلعوا كلهم لفوق، وهيدي الإفكت يعني تقريبا it lasts you up to 4 hours، بتعمل لنا حماية للمعدة وبيخدلي الأسيد تحت، مثل ما شفتوا بنسميها رافت، وهي حماية للمعدة. فهذا هو موضوعي لليوم، عم بحكي عن شو بيصير بس يطلع الأسيد بالمعدة وكيف فينا نحمي المعدة إذا أخذنا صوديوم أليجينيت.